قبل المثل خليني أزف إليكم بشرة مفاجأة إن شاء الله، لعلها تكون مفاجأة سارة. الكلام الطيب بيقدمها لأهالينا وأحبابنا من مشاهدينا الكرام، في إطار إن القرآن دائما أوصانا، مش أوصانا بس، وصانا بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه. إن شاء الله يعني تقديرا واعترافا وعرفانا بجميل الوالدين، الكلام الطيب بمشيئة الله تبارك وتعالى وذلك فضل الله هيقدم مجموعة من رحلات العمرة بمشيئة الله تعالى للأمهات والآباء اللي قبلوا بلاء حسنا في هذا المجتمع، من أول أسوان، أهالينا في أسوان، لحد عروس البحر الأبيض المتوسط، كل محافظات جمهورية مصر العربية إن شاء الله. هنعمل إيه يا حضرات؟ إن شاء الله يعني كل أسبوع هنطلع كم معتمر كده، إحنا ورزقنا عند ربنا سبحانه وتعالى. هنجيب الأمهات المثاليات وكل أب قبل بلاء حسنا في المجتمع. طبعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رحلات العمرة دي هتقدم للناس اللي عمرهم ما طلعوا، يعني مش أقل من 55 سنة وإحنا طالعين. اللي 55 دول طبعا على عيننا ورأسنا لسه هتيجي لهم فرص إن شاء الله، بس احنا عايزين نكرم كل أم ضحت عشان ولادها وقبلت بلاء حسنا. طبعا هتجيلنا الأسماء، هنعمل عملية فرز وهنعمل عملية قرعة وحنوصل لحدكم إن شاء الله. يعني طبعا أنا مش قادر أحسبها، ربنا يعيننا هنسافر أسوان إزاي، بس إن شاء الله هنسافر بمشيئة الله تعالى، عشان العمرة دي هي منحة مقدمة من الله تبارك وتعالى للآباء والأمهات. مش محدش بيبقشش على حد ولا حد بيمن على حد، والله العظيم ذلك فضل الله. فعشان كده احنا بنحاول جاهدين ان احنا نسهل كل الصعاب. انتوا هتتواصلوا مع الكلام الطيب، يا اما حضراتكم اللي عنده فيسبوك هيدخل على يكتب اسمي كده هيطلع له العبد لله على الفيسبوك، هيبعت لنا الاسم المرشح لانه يبقى اب مثالي او ام مثالية عشان نطلعهم عمره ان شاء الله رب العالمين. لا ما فيش في مناطق ما فيهاش فيسبوك. طب يقدر يراسلنا من خلال خطاب جواب الى مدينه الانتاج الاعلامي، قناه تن تي في الفضائيه، برنامج الكلام الطيب. تاني العنوان، مدينه الانتاج الاعلامي، قناه تن تي في الفضائيه، برنامج الكلام الطيب. ابعت لنا جواب واحنا هنبحث الاسماء والحالات، بشرط أن يكون لم يسبق له أداء العمرة من قبل. ويعني والله عايزين نفرح أمهاتنا وعايزين نفرح الآباء الكرام، الناس اللي تعبوا جدا جدا عشان يربوا أولادهم وخرجوا لنا نماذج مشرفة للمجتمع. أرجو أن يكون سرعة التواصل بسرعة عشان لم يبقى في جمادة الآخرة إلا أسبوع واحد، وإن شاء الله عايزين نبدأ نطلع الناس بداية من رجب بمشيئة الله تبارك وتعالى. كل أسبوع نطلع بقى 3-4-5 احنا ورزقنا إن شاء الله. الأسماء هتوصل لنا، هنشتغل على طول فرز على طول على الأسماء ديت عشان هننفذها حالات. يعني في أم عندها 65 سنة وترملت وربت ولادها، طب ال 65 يعني معلش مقدم، كلنا أهل يعني مقدمة على 60 دي تطلع الأول، مش كده ولا إيه؟ مش احنا سيدنا جبريل بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ان الله يأمرك ان تقدم الاكابر، مش كده ولا ايه؟ الناس الاكابر نقدمهم الاول، واحنا واللي بيقدم ناس ربنا هيكرمه. ايه تاني عايز اقوله في العمرة؟ لا كده بتهيألي الرسائل تجينا، ما فيش بقى لا 0900 ولا 0900 ولا 0800 ولا الكلام ده كله. يعني احنا عايزين ايسر وسيله تقدروا حضراتكم تتواصلوا معانا، وسيله غير مكلفه، تبعتوا لنا بس جواب
على مدينة الإنتاج الإعلامي. أي حد يعرف أي حد عانى في هذا المجتمع احنا عايزين نديهم مكافأة. يعني مهما نعمل للوالدين احنا مش هنكافئهم، يعني عايزين لون من ألوان البر، الوالدين الأب والأم. وإن شاء الله تسعدوا بالعمرة وربنا ييسر لنا الأمر.